أنا اسمي جمانة، نحن من الحسكة، جاء من الخابور، جينا نلقط لكات مشان نساعد أهلنا، يا ريت يفك الحرب مشان نرجع مدرستنا. أنا كنت بأدرس بالمدرسة بصف أول. وكنت أدرس بالمدرسة وجت داعش وجت الطيارات وهربنا من بيتنا، خلينا دوابنا وتركت رفقاتي وتركت المدرسة، ويا ريتني أرجع على الحسكة على رفقاتي وعلى مدرستي وعلى بيتي. وكنا ندرس غادي ومكيفين يعني، وبيتنا وهسا صار لنا 4 سنين بعمودة، جينا نلقط لكات وهسا جينا عايشة هنا بالخبزة ويعني بالخضرة يعني هيك شي يعني. نحن قاعدين بخيم، صار لنا 4 سنين قاعدين هين مشان ننسى، لا بمي لا بكهرب، قاعدين هين.